بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثامن عشر، باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده، وذم من أدى شهادة من غير مسألة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها. رواه أحمد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. رواه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. خير أمة القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم قال: ثم يخلف بقوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. رواه أحمد ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الزلفى لديه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتثبيت في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده، وذم من أدى شهادة من غير مسألة. هذه أيضا مسألة من مسائل القضاء والحكم بين الناس، وهي أداء الشهادة ومتى يكون أداؤها، ومتى يثنى على من أدها، ومتى يذم من إما أدها أو لم يؤدها. ولهذا ترجمة الشيخ المجد هنا في المنتقى يقول: باب الثناء على من أعلم صاحب الحق
بشهادة له عنده، وذم من أدى شهادة من غير مسألة. إذا عندنا جانب يمدح فيه من أدى الشهادة ويثنى عليه، وجانب يذم صاحبه، فمتى يكون الذم ومتى يكون المدح والحمد والثناء؟ لأن الشيخ رحمه الله أورد في هذا الباب أحاديث تبدو في ظاهرها متعارضة. حديث زيد بن خالد له دلالة، وحديث عمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله عنهما لها دلالة مقابلة، ولهذا وقف العلماء من هذه الأحاديث موقف اجتهدوا في أن يعني يجمعوا بينها، وقد بعضهم رجح نوعا على آخر على ما سوف يأتي. لكن الشيخ في ترجمته بين يعني ما يجمع بين هذه الحديث حسب ما فقهه منها، فجعل المدح في جانب من أعلم صاحب الحق أن عنده شهادة، والذم الذي يشهد من غير أن يستشهد، وهذا سوف يأتي له تفصيل. لأن الله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وأحيانا قد يكون الكتمان بمعنى أن تمتنع وإن لم تطلب منك فتكون كاتما، على ما سوف يأتي من كلام أهل العلم. والشهادة سميت شهادة مشتقة من المشاهدة، أي أن الشاهد يخبر عما شاهده، يسمى الشهادة لأن الشهادة هي الرؤية، الشهادة هي الرؤية، شاهدته يعني رأيته، ثم سميت الشهادة بمعنى ما يخبر به المخبر أمام القاضي أو غيره ممن يحتاج فيه إلى هذه الشهادة ليثبت حقا أو نحو ذلك. المقصود أن الشهادة من المشاهدة، أصلها من المشاهدة التي هي الرؤية، وقالوا لأن الشاهد يخبر عما شاهده، سواء شاهده بعينيه أو شاهده بالرؤية الفكرية، لأن الرأى تأتي بمعنى شاهد وتأتي بمعنى علم، رأى تأتي بمعنى شاهد وتأتي بمعنى علم. وقيل إن الشاهد سمي شاهدا لأن الشاهد يجعل الحاكم كالمشاهد حينما ينقل له الصورة، معنى أن الشاهد ينقل الصورة للحاكم كأنه يراها، فهو يخبر القاضي أو الحاكم بحيث يكون الحاكم كأنه يرى الحدث، طبعا من يراه بشهادة الشاهد، طبعا لا شك طبعا هل يقبله ولا يقبله، وتكون مؤدية مؤدية موصلة غير موصلة، يعني معلوم هذا شأن آخر في يتعلق بالقضاء، أحيانا قد تكون الشهادة غير موصلة، يعني مثلا هذا حق فلان وأنت تشهد شهادة ضعيفة أو شهادة لا تدل على أن هذا حق فلان، رأيته كذا ولا سألته كذا ولا فعلته كذا، فالشهادة قد تكون مهما توصل. المقصود أن اشتقاق الشهادة من المشاهدة، سواء كان أن الشاهد يخبر عما شاهد أو أن الشاهد يجعل الحاكم كأنه شاهد
ما يتحدث عنه أو يخبر عنه الشاهد. ومن لطيف ما نقل عن القاضي شريح وهو معلوم أنه معروف بقضائه ومن التابعين وكان من قضاة علي رضي الله عنه ومشهور جدا بحصافته وحسن قضائه وقوة يعني حاضرته في القضاء. فهو يقول القضاء جمر، القضاء يعني حار، فنجه عنك أو فنحه عنك بعودين. القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني بشاهدين، يعني الشاهد هو الذي يشك، طبعا يجعل القاضي يصدر حكمه فيعين القاضي على الحق إن شاء الله، أو على الأقل يعني يجعله فعلا يحكم باجتهاد من أهله مستند إلى شهادة هذين العدلين الشهود العدول. وقال أيضا شريح رحمه الله قال وإنما الخصم داء، الخصومة يعني، والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الدواء على الداء. معنى الخصومة لا شك أنها شاقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضيان يعني في النار وقاضي في الجنة. ونشك طبعا أن وأيضا جاء حديث من حكم بين اثنين فقد ذبح بغير سكين. فالقضاء صعب وشديد، مع أنه سبق أن تكلمنا عن القضاء وفضل القضاء إلى آخره، مع أنه لا شك طبعا من قضى بين الناس بالعدل والاجتهاد لا شك أنه على منابر النور، المقسطون على منابر على أمين رحمة. فمن قضى واجتهد في أن يخدم الناس وفي أن يخدم الناس ويوصل الحقوق فيما بينهم ويمنع الخصومات والمنازعات هذا على أثر عظيم. إنما الذي في النار هو الذي كما أخبر صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يعلم الحق ولا يقضي به، أو يقضي وهو جاهل ليس معالى، هذا هو الخطير. أما القاضي الذي يجتهد وهو أهل مؤهل ولو أخطأ، لأن الخطأ وارد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث إنما أقضي وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال شريح الخصم داء والشهود شفاء أو دواء، فأفرغ الشفاء على الداء يعني حتى يشفى. إذن هذه الشهادة وهذا هو أثرها وقيمتها وأهميتها لا شك طبعا، وهي مقدرة عن مطلوب المدعي الخاصم أن يأتي ببينة، والبينة هي الشهود، وسميت بينة لأنها تبين الحق، تبين الحق وتوضحه. فأول ما يطلب القاضي من الخصم الشهود وإثبات ما يدعيه، فإن لم يستطع يرجع إلى مدعى عليه ويطلب منه اليمين مثلا، أنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا كله مر معنا. المقصود هنا كله نتكلم عن ما يتضمنه هذا الباب في بعض أحكام الشهادة. فقال باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة الله عنده وذم من أدى شهادة بغير مسأل. الحديث الأول حديث زيد بن خالد
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله. لاحظ أن هناك إلى حد ما نوع من الفرق بين الترجمة التي قررها المجد وبين لفظ الحديث. الشيخ المجد أول الحديث حديث زيد بن خالد على أنه من أعلم صاحب الحق بأن عنده شهادة، بينما حديث زيد لا، مفتوح أكثر، يقول يخبر ويدلي بالشهادة قبل أن يسألها، فهي تفيد ما قاله الشيخ وزيادة، تفيد ما قاله الشيخ وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زيد بن خالد: ألا أخبركم بخير الشهداء. طبعا خير الشهداء يعني أكملهم رتبة وأكثرهم ثوابا عند الله، هذا هو الخيرية، خير الشهداء يعني أفضلهم وعلاهم منزلة وأكثرهم ثوابا، هنا هذا هي الخيرية، وهو أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وخاصة يعني وهذا كثير. الإنسان طبعا قد يكون له حق ولكنه ليس عنده بينة، إما لأنه صغير توفي أبوه مثلا، وبعدما توفي جاء المنازعون كما تعرفون، أحيانا إذا توفي الأب وقد يكون قضايا يثيرها حوله من حوله من الذين فعلا قد يريدون أن يستولوا على شيء من أمواله ومزارعه أو أراضيه، وهو قد يكون لا يعرف أنه ما عنده معلومات وأن أباه لم يوثق أموره جيدا أو نحو ذلك كما تعرفون، بعض الناس يختلفون، ولا يعرف أن هناك شهودا عنده، ولا بينما أقران الوالد بعضهم قد يكون عنده علم، فمثل هذا مثلا هو ليأتي ويدلي بالشهادة أو يقول لصاحب الحق: ترى أنا عندي شهادة، وأذكر أباك حينما فعل كذا وكذا وكذا، وحينما فعل كذا، وحينما اشترى، وحين، بينما الأب صغير الابن صغير لا يدري. فهذا هو في مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسأله، لأنه قد يكون كما قلنا صاحب الحق لا يدري أن عندك شهادة، أو أنك فعلا عندك معلومات تفيد في إثبات الحق أو إيصال الحق إلى أهله. هذا هو المقصود هنا، فبمعنى قبل أن يسألها يعني قبل أن يستشهد، قبل أن يطلب منه أن يشهد أمام القاضي. وبعضهم حمل هذه الشهادة على ما يسميه العلماء شهادة الحسبة، شهادة الحسبة، قالوا: فشاهدها خير الشهداء، لأنه لو لم يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين وقاعدة من قواعد الشرع. ما هي شهادة الحسبة أو الحسبة بالكسر؟ هي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين كحقوق الله عز وجل، مثل الوقف، مثل الوصية العامة، بل حتى أحيانا أمور دينية قد تكون عدة طلاق، عدة وفاة، طلاق، حدود، هذه يسميها العلماء شهادة الحسبة. فكأنهم يحملون حديث زيد بن خالد على الشهادة في حقوق الله. لماذا؟ لأن حقوق الله ليس لها مطالب، والناس لا ينتهضون
الحج عنها، إما لغفلة وإما لا يعرفون أن هناك مثلا إنسان يتعدى على حقوق الله أو على أوقاف أو على مسجد أو على أراضي حول المسجد أو نحو ذلك. هذه كلها ليس لها يعني من يعني يحفظها إلا طبعا لا شك ولي الأمر والمحتسبون. فهذه شهادة حسبة، هذا ليس في مدعي مدعى عليه، قد يكون في مدعي نعم أو حتى مدعى عليه بمعنى أنه يريد أن يأخذ شيئا من أراضي المسجد أو من أراضي المقبرة أو من أراضي أشياء تتعلق بأوقاف المسلمين، أوقاف على أوقناطر أو نحو ذلك، فيريد أن يأخذ منها، فيأتي هذا المحتسب ويشهد لأن عنده شهادة، فهذه يسمى شهادة الحسبة بمعنى أن تتعلق بحقوق الله. فهم كثير من العلم حمل حديث زيد لخالد على شهادة الحسبة، ولكن يبدو أنه أوسع من ذلك. حتى لو أنك رأيت متداعيين مدعي مدعى عليه، والمدعي لم يجد لا يعرف أن له شهودا، وأنت تعرف أنه هو صاحب الحق وأن عندك شهادة بالفعل أنه في اليوم الفلاني كذا وكذا وأن أباه كان كذا وكذا وأن قضية، فتذهب إلى تقول له ترى أنا عندي شهادة، وتذهب وتدلي بها من القاضي. إذن هذا يدخل في حديث زيد بن خالد الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. أما حديثه وفي لفظ أحمد، الحديث عند مسلم وأحمد، وفي رواية عند أحمد في مسند أحمد، الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها، فهم يبدأون مبادرة. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم بقية الحديث: ثم إن من بعدهم، هذا هو الشاهد، ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. إذن هذه أربع خصائص مذمومة، يعني بمعنى وردت في سياق الذم. يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والحديث في الصحيحين وغيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن اختلف العلماء في مقداره، فطبعا هو قرن من الاقتران، القرن مأخوذ من الاقتران، لأن أهله مشتبكون ومقترنون مع بعض، أهل جيل معين، بغض النظر كم عددهم، 100 سنة، 20، 30، 40، على ما سوف أشير لما ذكر العلماء كم مقدار القرن، لكنه هو مأخوذ من الاقتران، بمعنى الفترة التي يقترن فيها أو يعيش فيها مجموعة من الناس، فمن هذا سمي قرن لأنهم عاشوا في هذه الفترة، فيقال فلان من جيل فلان لأنهم اقترنوا عاشوا هذه الفترة من 50 إلى 90 إلى آخره. فهذا أصل اشتقاق القرن. واختلف العلماء في 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 مقداره من السنوات، بعضهم قال 10 سنوات، بعضهم قال 20، قال 25، وقال 30، بقي 100، وهذا هو الأغلب.
تقريبا أكثر من المياه القارة المياه. وقيل أهل الجيل العصر التعصر في الناس هذا قرن، ولهذا قال أهل كل زمان، أهل كل زمان يسمى قرن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني، بمعنى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هذا قرني. ولهذا قال في الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة قرني خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. إذن هذا هو، وهذا يدل لا شك طبعا يدل على فضل الصحابة، خير القرون قرني، يعني خير القرون التي مما سوف يأتي هو أفضلها، أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى العهد الذي كان فيه مع أصحابه، فهذا هو أفضل القرون. قال ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، أحد التابعين، ثم الذين يلونهم يعني تابع التابعين. وهذا يكون إجماع أنها الصحابة ثم التابعون ثم تابعو التابعين، هذه أفضل القرون. أما الصحابة معلوم طبعا لأنهم أدركوا الوحي وآمنوا وحملوا الرسالة وكتب الله خير على يديهم وانتشر الإسلام فيهم وغزوا المغازي العظيمة والعجيبة. يعني لماذا تلاحظون يا مشايخ أنه في 25 سنة فقط وصل المسلمون جدار الصين في مغازيهم، وهذا ما لم يكن في أمة أبدا، وهذا هو عصر الصحابة رضي الله عليه، هم القادة وهم السادة وهم الذين قادوا هذه الحروب. في أقل من 25 سنة وصل الإسلام إلى جدار الصين وإلى أدغال الهند وصل إلى بحر الظلمات حتى الأطلسي، 25 سنة، وهو ما يسمى العالم القديم كله. فهذا هو جيل الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم. ولا شك طبعا أن جيل الصحابة أفضل الأجيال، والله أثنى عليه في كتابه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم إذ بايعونك تحت الشجرة وقالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا سعد رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة إلى آخره. هذا كله ثناء على الصحابة. قال لا يسفي منكم من قبل فتح وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. وقال أيضا في للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومالهم يبتغون فضل من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله أولئك الصادقون والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون المهاجر إليهم، هؤلاء من الصحابة. ولا أبدا ليس يعني أي إنسان يشكك في هذا فهو متهم في دينه قطعا، بل حتى بعض العلماء قد يصلون الكفر نسأل الله السلامة، لأن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا وحملوا الدين وهم أمانته والوحي، لأن التشكيك فيهم يقال الدين كله. إذا كان الصحابة متهمون، إذا كان الصحابة متهمين راح الدين ما بقي شيء، بل ليس اتهام للصحابة فالاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما بلغ رسالة وما قام هذا الدين، بينما أخبر أن هذا الدين قد كمل وأنه لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كمل وحمله الصحابة ولم يحمله إلا الصحابة،
فالتشكيك فيه ما وفي فبعد التشكيك في الدين كله وتشكيك في 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 تبليغ محمد صلى الله عليه وسلم لدين ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرن، وهذه خيرية ثابتة ولا 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 ينزع أحد ولا يمكن يشكك في أحد ولا يقبل من أي من شكك فيها. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم تابعين. وإن كان يعني عجيبك يا العلماء في التابعين ظهر بعض الفرق المنحرفة كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمية، لكنهم كانوا الدين قوي قوي جدا، ورد الصحابة على كل هؤلاء، والتابعون أيضا هم الذين تحملوا الرد على هذه الفرق الضالة، وتابعهم كذلك إذا بقي الدين قويا. ثم على ذلك حصل الضعف. ومع هذا الدين محفوظ، إنما هنا نتكلم عن الأجيال، ما نتكلم عن الدين نفسه. دين الله محفوظ إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول هو الذي أرسل رسوله ذو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، وتأكيد على أن هذا الدين باقي وأنه عالي وأن الله مظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو شكك المشككون، بل ولو وضع الأعداء من العراقيل ما وضعوا فالدين باقي. بل في آية عجيبة جدا ومثلها كثير، لكن هذه خاصة، وهي قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وجزاه الله شاكر. هذه الآية عجيبة تؤكد أن الدين، أن الله حافظ دينه، وأيضا تربي المسلمين في جميع الأعصار على أن الدين ليس مرتبطا بالأشخاص ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. ما في أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق، وهو المحفوظ والمعصوم والمبلغ عن الله عز وجل. ومع هذا قال الله محمد رسول قد خلت من رسول كغيره، ومن الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من لم يتبعه أحد يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، بعض الأنبياء ويأتي يوم القيامة بعضهم ومعه الرجل والرجلان ما أتبع، ما هناك من قتل، ومحمد كما قال ما هو محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. مات محمد صلى الله عليه وسلم، الدين ليس مربوطا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بغيره، فما بالك من هو دون محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تربطوا الدين بالأشخاص، مهما كان العالم بعلمه وفضله وصلاحه وديانته، الحمد لله هو خير لا شك أنه حجة وقدوة وأسوة، ولكن مات الدين باقي. انقلب هو حتى أن ضل نسأل الله السلامة، بعض العلماء قد يزيغ ويضل. ولهذا لا ينبغي أبدا أن يربط الدين بالأشخاص،
نعم العلماء على العين والرأس ومحبوبون ومقتدى بهم ومتأسى بهم، لكن ما بل من اللطائف أنه أحيانا تأتي فتن، بل حتى الأمة مر عليه فتن، الصحابة تقاتلوا رضي الله عليه، الدولة الأموية سقطت، العباسية سقطت، وجاء التتار واقتسحوا العالم الإسلامي كله من الصين إلى بغداد وإلى ما وراء بغداد، الصليبيون بحروب، ولا يزال إلى الآن الأعداء كما تلاحظون يريدون أن ينالوا من هذا الدين منذ أن قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الآية من آخر ما نزل، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وسأله عمر وسأل الصحابة قال هذه تنعى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له إنه أجلك قد حان، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبحهم بكم إلى آخر، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة على وجهها وعلى كمالها، وأنه قد نجح في التبليغ وفي قيام هذا الدين كاملا، ولذلك قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص استكمل الدين وأتى بمحمد وأتى محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الشرع كاملة، عقائد وأحكام وأخلاق أوامر ونواهي إلى آخره فضائل، اليوم أكملت لكم دينكم، ما يقول هنا ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا، معناه أنه الرسول حارب في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي خيبر إلى آخره وغزوة مؤتة وغزوة تبوك إلى آخره، كل هذه حتى قام الدين، استقر الهجرة واستقرت المدينة وقامت الدولة الإسلامية. فقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بمعنى أنهم من ذلك اليوم يدخلون في دين الله إلى يوم القيامة، وهذا هو الحقيقة. فعلى الرغم مما مر به الإسلام ومن فتن ومن إحن ومن محن، الدين منتشر إلى اليوم، لأنه غير مربوط بالأشخاص وغير مربوط بالظروف ولا بالأحوال ولا بالدول أبدا، إنما نعمة الله على من يجعله الله خادما لهذا الدين. ولهذا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ما هو مربوطا، ليس مربوطا لا بأشخاص ولا بأحزاب ولا بجهات ولا بعلماء ولا بصلحاء أبدا، دين الله عز وجل وحافظه. ولهذا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل أفإن مات انقلبتم فلا عقاب بكم ومن ينقلب فلن يضر الله شيئا، لأن الدين دين الله والله حافظه بكم أو بغيركم. ولهذا لا ينبغي أن نعظم الأشخاص ونقدسهم وكأن الدين معتمد عليهم، لا، هم نعم يخدمون الدين ونحبهم ونجلهم ونقتدي بهم ونتسع بهم، ولكننا نعلم أن الدين محفوظ وأنه ليس مربوطا بهم، بل أحيانا قد العالم يزيغ نسأل الله السلام. المقصود أن خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، بمعنى التابعين وتابع التابعين أو أيضا تابع تابع التابعين بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني المئة الثانية والثالثة أو الرابعة. ثم قال ثم، وهذا هو الشاهد للترجمة، ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون،
بمعنى يضعف الدين في الناس وتضعف الورع والعفة والديانة والخوف من الله ومراقبته سبحانه وتعالى، فيتساهل الناس في بعض أمور الدين، ومنها الشهادة. أو من مظاهر ضعف الدين أو ضعف الديانة سواء في الأمة أو في الجيل أو في الأشخاص، يشهدون ولا يستشهدون، بمعنى أنهم يبدون بالشهادة بغير تطلب. كما قلنا هذا الذي يبدو أنه بمعنى يشهد زورا، وهذا هو الأولى، يشهدون ولا يستشهدون، بذلك قوله ويخونون ولا يؤتمنون. والخيانة نسأل الله السلامة معلوم أنها أمر عظيم من كبار الذنوب. خيانة كل ما فيه من ألوان الكذب كلها خيانة، صور الكذب كلها خيانة، سواء خيانة الوديعة، خيانة العارية، خيانة الغش، كل أنواع كل ألوان الغش خيانة، وخيانة الأمانات والودائع. ولهذا يقابلها الأمانة، قال يخونون ولا يؤتمنون، بمعنى لا تطمئن إلى ذممهم وإلى أنهم يحافظون على الأمانة، وينذرون ولا يوفون، صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من مظاهر ضعف الدين. والنذر مر معنا الحديث عنه طويلا، وكان هو الذي قبل هذا الباب، قبل الأحكام. والنذر في أصله طبعا مكروه، لا ينبغي الإنسان أن ينذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به للبخيل. يستخرج به لماذا؟ لأنك تقول: إن شفى الله مريضي لا أفعلن كذا وكذا، إن تحقق مرادي لا أفعلن كذا، إن جاءت الوظيفة الفلانية كذا. كانك تربط القربة وتربط التقرب إلى الله عز وجل برغباتك الدنيوية. إن حصلت الوظيفة الثانية أنا سأصلي كذا وكذا، سأذهب للحج، سأعتمر، سأكذا، أقرأ قرآن، أو أتصدق بكذا وكذا، إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا. تصدق من غير شرط، تصدق من غير شرط، لا تربط. لكن إن نذرت وجب عليك الوفاء، والوفاء بالنذر ممدوح، الوفاء بالنذر ممدوح. قال مدح المؤمنين، قالوا يوفون بالنذر، ما دام أنه نذر طاعة، أما نذر معصية فلا يجوز به، لا يجوز الوفاء به. المقصود أن من علامات ضعف الديانة في الناس أنهم ينذرون ولا يوفون. قال ويظهر فيهم السمن، أيضا هذه قضية وقف عند العلماء، قال ظهور السمن دليل على استرخاء الناس وعلى إغراقهم في المطاعم والمشارب والتوسع في هذا كله، لأن هذه هي أسباب السمان. ناهيك صلى الله عليه وسلم إذا كان بعد لا يبالي بحلال أو حرام، لأن التوسع بالمآكل والمشارب والتساهل في هذه يؤدي إلى السمان، وهذا يدل على نوع من الغفلة، نوع إلا إذا كان من طبيعته يكون سمين. أحيانا تعرفون أحيانا يكون حتى وإن لم يأكل يكون سمين، هذا لا، الذي ليس من يعني بسبب يعني مزيد توسعه فهذا ليس داخلا، الداخل هو المتساهل والذي فعلا، لأن غالبا السمن وثقل السمن يؤدي إلى غفلة،
ويؤدي إلى الضعف العبادة كلما زاد. ولهذا لا 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 العلماء قالوا لأن السمين غالبا يعني يكون ثقيلا في العبادة لأن حاله ما تسمح. فينبغي الإنسان أن يجتهد قدر ما يمكن ما يستطيع أن لا يكون يحمل هذه الصفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوردها موردا الدم. وفسر تفسير آخر السمن قال السمن يعني الذين يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من شرع. يتسمن يعني يظهر بهم السمن يعني يظهر بهم الادعاء أنهم أهل كذا وكذا وكذا وأنهم أصحاب مواقع ومراتب أنا أقول كذلك. ولا مانع من إرادة المعنيين وإن كان الظاهر هو أنه السمن الحقيقي وهو زيادة اللحم. بل حتى قالوا وهذا ما أدري ما مرادهم قالوا أن السمين غالبا يكون بليد الفهم. لا بليد الفهم لا قد فاهم لكنه تقي العبادة صحيح لأن يعني حاله ما تسمح بأن يأخذ راحته في العبادة ركوعا وسجودا وقياما هذا قد يكون. بينما إذا كان خفيف اللحم يكون أقدر على فعلا التعبد وخاصة العبادة قد لا تكون صالحة حتى الذهاب حتى الجهاد حتى كذا حتى يعني السعي لصلة الأرحام للذهاب لمزاورة الأحباب في الله عز وجل والحركة يعني التي فيها يعني قربه لله عز وجل يكون ثقيل الحركة. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. إذن هذا تحديد القرن أوضح من قوله خير أمتي قرني الذي بعثت فيه بمعنى أنه جيل الصحابة فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم الذين يلونهم. قال والله أعلم أذكر الثالثة أم لا. بن عمران قال قرنين أو ثلاثة وهنا قال الثالث. قال ثم يخلف هذا القرن الطيب بقوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. على كل حال المراد بالذي يبادر بالشهادة هو إذا كان عنده شهادة ولا يعلم صاحب الحق أن عنده فينبغي أن يبادر لأن الله يقول ولا تكتموا الشهادة. قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وخص القلب بالإثم لأن فعلا محل الكتمان. أما الذي يشهد هذا شهادة الزور وسوف يأتي معنا في الباب الذي بعد هذا الكلام على شهادة الزور. وأحيانا تطلق الشهادة يراد بها الحلف ولهذا في يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد عن صغار الشهادة عن الحلف فتطلق الحلف تطلق الشهادة ويراد بها الحلف. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.